حيث هو القطاع يشهد تجاذبات فيها معناها بعض الملفات اللي تم تداولها وتم إثارتها في قراءة في التقرير لجنة تقصي الحقائق ومشيت للقضاء. اللي هي بعض فما بعض الملفات اللي تم تداولها وتم إثارتها في قراءة في التقرير لجنة تقصي الحقائق ومشيت للقضاء وتم فما منها اللي تم تداولها في القضاء وصار معناها صارت بعد ما سمع الدعوة، فما قضايا أخرى مازال طرح معناها عين ضد القضاء. وبالنسبة لي أنا خلي القضاء يخدم خدمته وكل ما من أذنب يتحمل مسؤوليته. هذا بالنسبة للجزء للجزء الثاني. إنتاج تونس اليوم هو تقريبا 60 ألف برميل يومي من النفط و 8.5 مليون متر مكعب من الغاز. هذا إنتاجنا، وإذا كان نقعد على مستوى الإنتاج هذا احتياطينا يخولنا تقريبا من 19-20 سنة استهلاك، حيث معنا الاحتياطي المتبقي اللي مازال عنا راهو احتياطي صغير. شكرا لك سي محمد، يعطيك الصحة. سي محمد العكروت، رئيس المؤسسة، الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية. شكرا بارك.